اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن معنى التسويق الإلكتروني وأهميته. في الفيديو ده بقى إن شاء الله هنعرف أشكال التسويق الإلكتروني المختلفة. في الوقت الحالي في أشكال كتير جدا جدا للتسويق الإلكتروني، في حاجات كتير بتستخدمها الشركات وفي حاجات كتير بيستخدمها الأفراد. في النهاية كلهم بيدوروا إزاي أقدر أوصل للهدف بتاعي. طيب إيه هي أشكال التسويق الإلكتروني أو وسائل التسويق الإلكتروني؟ في البداية هنتكلم عن حاجة اسمها التسويق من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وده طبعا بيكون من خلال حملات إعلانية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، زي مثلا فيسبوك، زي مثلا تويتر، زي مثلا تيك توك، منصات التواصل الاجتماعي اللي احنا كلنا عارفينها. انت بتطلع بإعلان على المنصة دي وبتقدم الخدمة بتاعتك او بتقدم المنتج بتاعك اللي انت عايز تبيعه. تاني حاجة هي التسويق من خلال البريد الالكتروني، وده طبعا بيكون ازاي؟ باختصار انت مثلا بيكون عندك مثلا وليكن موقع الكتروني، الموقع الالكتروني دوت انت عندك مجموعة من بيانات للعملاء بتوعك، فانت بتبعت لهم زي رسائل كده ترويجية بالمنتجات بتاعتك او بالخدمات بتاعتك الجديدة على الجيميل بتاعهم او على الايميل بتاعهم. تالت حاجة هي التسويق بالمحتوى، وده طبعا بنعتبره من اهم انواع التسويق في الوقت الحالي، وطبعا هو باختصار انت بتنشر محتوى قيم للناس. وطبعا حط على قيم دي 1000 خط، يعني في الوقت الحالي لازم تحط على قيم دي 1000 خط. انت بتعمل ايه؟ بتستهدف جمهورك من خلال مثلا بتنزل صور، بتنزل مقالات، بتنزل فيديوهات بتتكلم فيها على المحتوى اللي انت عايز تقدمه للناس، طبعا بيكون من خلال منصات التواصل بتاعتك او من خلال موقعك الشخصي لو انت عندك موقع. والتسويق رابع حاجة هو حاجة اسمها التسويق بالبحث او بيسموها SEM اللي هو Search Engine Marketing، وده بيكون من خلال منصة مثلا زي جوجل ادوردز، ودي انت بتعمل اعلان للموقع الالكتروني بتاعك من خلال استهداف كلمات بحثية معينة. انت مثلا في كلمة معينة بتستهدفها او عارف ان الجمهور بتاعك بيستخدمها كتير، فانت هتطلع اعلان على الكلمة دي. خامس حاجة حاجة اسمها الـ SEO او بيسموها Search Engine Optimization، ودي بيبقى باختصار كده انك انت تحسين موقعك وبتخليه صديق لمحركات البحث. شفت الفكرة بتاعت الكلمات البحثية اللي بيستخدمها الجمهور بتاعك؟ هي نفس الفكرة بالظبط، بس المرة دي من غير اعلان. انت بتبقى عارف مثلا ان الجمهور بتاعك، وليكن مثلا انت عندك موقع، الموقع ده بتاع ملابس، الملابس طبعا دي لما انا هاجي ادور على مثلا منصة زي جوجل عشان اكتب مثلا ملابس، فهتلاقيني ممكن اكتب تيشيرت، ممكن اكتب بنطلون، ممكن اكتب مثلا قميص، اي حاجة تخص الملابس. فانت بتكون حاطط الكلمات البحثية دي في الموقع بتاعك، بس طبعا مش بشكل عشوائي، بتكون من خلال ترتيب ومن خلال مثلا تكويد معين للموقع بتاعك، فبالتالي الموقع بتاعك بيبقى صديق لمحركات البحث. فيجي جوجل لما يجي يعمل يقرشف كده المواقع، يلاقي ان الموقع دوت والله فيه الكلمات البحثية اللي الناس بتدور عليها، وفي نفس الوقت مرتب ومعمول بجودة كويسة، فيقوم جاي واخدك وحطك زي الباشا في محركات البحث الاولانية او في الصفحات الاولانية. الحالة دي انت ما بتبقاش محتاج ان انت تعمل اعلانات وتدفع فلوس، فهو كده كده اوريدي موقعك بقى رقم واحد. سادس حاجة هنتكلم عنها هو التسويق بالفيديو، ودي حاجة قريبة من اللي انا بعملها دلوقتي او تقريبا زيها، يعني انك انت بتعمل المحتوى مثلا ليك، بتنشر فيه الحاجة اللي انت بتقدمها للناس من خلال منصات التواصل الاجتماعي مثلا عادي زي الفيسبوك دلوقتي، اليوتيوب طبعا الناس كلها عارفة الكلام ده كله. سابع حاجة هو التسويق بالتجارة الالكترونية، وباختصار هو جاي من اسمه، انت مثلا عندك موقع الكتروني، الموقع شغال في الاي كوميرس او بيسموها التجارة الالكترونية، بتبيع منتج او بتقدم خدمة معينة، فانت بتعمل حملات سواء بقى كانت اعلانية او حد مثلا هيتكلم عنك او هيتكلم عن موقعك، فانت بتسوق للمنتجات اللي عندك او الخدمات اللي عندك بكل بساطة. دي تقريبا معظم وسائل التسويق اللي معظم الناس بتشتغل بيها او معظم الشركات بتشتغل بيها. طبعا احنا ان شاء الله باذن الله هنشرحها بشكل مفصل، هناخد حاجه حاجه وهنشرحها بشكل اكبر من كده، وهنعرف هي بتشتغل ازاي وبتشتغل على منصات ايه وايه افضل منصه ان شاء الله بتشتغل عليها. ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي هنتكلم عن التسويق المحتوى، وان شاء الله هيبقى فيديو مهم جدا، وان شاء الله هيفيد كل الناس في شغلها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتكتب رايك في الكومنتات. انا محمد السيد، سلام عليكم.